كانت الأميرة فادية أصغر بنات الملك فاروق، قد سبقت أختها فوزية إلى الدار الآخرة. توفيت في لوزان يوم 28 ديسمبر 2002 بعد احتفالها بالذكرى 59 لمولدها بأيام. فهي من مواليد 15 ديسمبر 1943. لم تكن مريضة، إنما أصيبت بسكتة قلبية مفاجئة. كانت الأميرة فادية حصلت على دبلوم في التصوير والرسم، ثم عملت في مجال السياحة لأنها كانت تتكلم 5 لغات: العربية، الفرنسية، الإنجليزية، الإيطالية والإسبانية. وكانت تريد تعلم المزيد، تابعت دروساً في اللغة الروسية عند السيدة أورلوف. وهناك تعرفت الأميرة فادية إلى ابنها بيير ألكسافيتش أورلوف، الذي كان يدرس علم طبقات الأرض، الجيولوجيا. وما لبست أن وقعت في غرامه وقررت الزواج منه. أثار هذا القرار حفيظة الملك فاروق، وكان على قيد الحياة، ذلك أنه وهو المسلم المتمسك بالتقاليد ما كان ليرضى أن تتزوج ابنته من شاب مسيحي، وهو كان في السابق اتخذ موقفاً مشابهاً من أخته فتحية حين أحبت رياض غالي ورغبت في الزواج منه، ما أدى إلى القطيعة معها ومع أمه الملكة نازلي. وهو اتخذ الموقف نفسه من ابنته الكبرى فريال حين قيل إنها أحبت مهندس ديكور إيطالي، بل إنه أرسل فريال إلى لبنان حين كانت الملكة فريدة مقيمة في بيروت. وقبل وفاة الملك فاروق بشهر، وتحديداً يوم 17 فبراير 1965، تزوجت الأميرة فادية من بيير أورلوف في لندن، وقد أشهر إسلامه وأصبح يدعى سعيد أورلوف. لم يحضر الملك فاروق مراسم الزواج، لكن الملكة فريدة شهدت عقد القران، بعدما أرسلت إليها ابنتها برقية إلى القاهرة تقول فيها: أريدك أن تكوني معي في أسعد لحظات حياتي. وبعد وفاة الملك بسنة تقريباً، تزوجت ابنته الكبرى فريال يوم 24 يناير 1966 في لندن أيضاً من مسيحي أوروبي أيضاً يدعى جان-بيير بوريتان، وهو أشهر إسلامه أيضاً. كانت هناك أوجه شبه في مسيرة حياة الاثنين، فادية وزوجها، فهي ابنة ملك سابق وهو من عائلة نبلاء أنسباء قيصر روسيا السابق. هي تعيش في المنفى وهو أيضاً، وكلاهما استوطن سويسرا، وكلاهما بدأ حياة جديدة اعتمد فيها على تعليمه وعلى أن يكسب رزقه بنفسه من عمله. هاجر الزوجان مجدداً إلى أفريقيا، إلى بوركينا فاسو، وكانت أيامها تدعى فولتا العليا. أقاما سنوات في بابو ثم في لاسو، إلى أن رجعا إلى سويسرا إلى لوزان قبل أن يستقر بهما المقام في نيفيل، حيث أنشأ في ثمانينات القرن الماضي مزرعة لتربية الخيول ولتعليم الفروسية. من زواجها أنجبت فادية ولدين هما شامل وعلي، ثم توترت العلاقة بين الأميرة فادية وزوجها إلى أن وقع الطلاق بينهما. وبينما كان أفراد العائلة الملكية يتوقعون وفاة الأميرة فوزية التي كانت تعاني من مرضها الأليم والطويل، فوجئوا بوفاة الأميرة فادية. وبتعليمات من الرئيس حسني مبارك نقل جثمان الأميرة فادية إلى القاهرة، وشيعت إلى مسواها الأخير في المقابر الملكية في مسجد الرفاعي. وحضر الوداع الأخير أخوها أحمد فؤاد وأختها الأميرة فريال وزوجها سعيد أورلوف وولداها شامل وعلي والأقارب من فروع العائلة الملكية.